لا رجل، قبل ما تتعلم اي حاجه كنا بنسال نفسنا سؤالين، حد فاكر السؤالين؟ ايوه، البريكويست بتاع لارافيل ايه هو علشان نبدا نتعلمه وبعد كده نخش على لارافيل. تاني حاجه هو الكود بعد اذنك هنكتبه فين، هو ده اللي هو اللي احنا محتاجينه مع بعض. طيب الحمد لله الناس اللي قدام دلوقتي خدت البريكويست اللي هو بتاع لارافيل. طب هو البريكويست بتاع لارافيل، البريكويست بتاع لارافيل ام في سي، البريكويست بتاع لارافيل تبقى عارف او بي، البريكويست بتاع لارافيل تبقى عارف بيزك البي اتش بي. طيب هل لما ده فرونت اند ده حاجه معروفه يعني، ده لازم، ده الفرونت اند لازم يبقى موجود، الفرونت اند لازم يبقى موجود عشان تبقى عارف انت اللي حصل. طيب حد مش عنده البريكويست ده من اللي قاعدين معايا؟ كله عنده. واللي بيسمع الفيديو مش عنده البريكويست دي ما يتعبش نفسه، لان مش هيكون حد محترف او حد يعرف يبدا الا لما يرجع للكلام ده. لو هو سمع الفيديو هيطبق نفس اللي في الفيديو، هيعمل نفسه بالظبط، هيعمل شغل ان هو يبدا ويطلع اوت بوت كويس، مش هتجي لان هو محدود في الفكره ده. طيب يبقى البريكويست بتاعنا او او بي، البريكويست بتاعنا ايه؟ ام في سي. طب ليه ام في سي؟ اتكلمنا على ام في سي، كان لما اتكلمنا على ام في سي مين اللي كان بيمانج الدنيا؟ البروسيس بتاعتها كانت مين؟ مين اللي كان بيعمل البروسيس؟ الكنترولر. الكنترولر هو كان بيروح يجيب الداتا وكان بيروح يجيب الفيو ويعرضها عنده، صح؟ يبقى الكنترولر هو اللي بيمانج الدنيا، هو الحلقه الوسيطه او الحلقه الوسيطه اللي بمين؟ بين الفيو وبين الداتا، بين الموديل وبين وبين الداتا، الموديل اللي هو الداتابيز والفيو اللي هو هيبدا يعرض الشاشه بتاعتي. كان بيعمل ايه؟ بروسيس، يجمع الداتا من هنا على الفيو من هنا ويبدا يعرضهم، صح؟ يبقى البروسيس اللي بتحصل فين؟ في الكنترول. في مشكله في كده؟ طيب لما كنا بنتكلم واحنا بنشرح ام في سي نيتف مع البي اتش بي نيتف، كان مين اللي بروح اكلمه؟ كنت بكلم الموديل ولا اكلم الفيو ولا اكلم الكنترولر؟ بكلم الكنترولر، بكلمه بطلب منه صفحه، صح؟ بطلب منه صفحه، يروح يشوف الصفحه اللي انا طالبها، يروح يعمل لها بروسيسنج، يشوف هي محتاجه للصفحه دي داتا من الداتابيز عشان اعرضها في الكومبو بوكس، هل محتاجه يعرض داتا عندي، هل محتاج داتا من الداتابيز ولا مش محتاج. لو محتاج بيروح يجيب من الموديل الداتا اللي هو محتاجها ويروح يجيب الفيو ويبدا ايه؟ يجمعهم ويبدا يعرضهم، صح؟ فهنا برضو نفس الكلام، لو انت فاهم اللوجيك اللي احنا اتكلمنا فيه في الام في سي، هنا هتلاقي نفس الكلام. هنا هتلاقي حاجه كده هنا اسمها، لو انا قلت هنا ام في سي ودوست هنا كده، دوست الصور، اجيب بس الصوره توضح لنا الامر شويه. هو اللي بيحصل كالتالي بالظبط زي ما انت شايف كده. او دي اي واحده فيهم مش هتفرق، تشرح الام في سي. طيب هذه الصوره اهي، شايفين معايا؟ اليوزر على اللابتوب بتاعه بيطلب من الكنترولر صفحه، الكنترولر لقى نفسه محتاج داتا، راح كلم الداتا ورجع، في سهم راجع، بص في سهم ايه؟ راجع، جاب الداتا، راح كلم الموديل ورجع بالداتا، جمع الداتا، راح بصاها للفيو او جاب الفيو عنده، المهم رجع الريكوست لمين؟ الريسبونس لمين؟ اليوزر. يعني اليوزر في الاخر هو ما يهموش الحركه اللي حصلت دي، اليوزر طلب صفحه في الحته دي ورجعت له ايه؟ الريسبونس بتاعها. في مشكله في كده؟ ده الام في سي. طيب لما نروح لللارافيل وانت فاهم الدنيا اللي ماشيه هنا في الام في سي هترتاح جدا، لان اليوزر هيطلب صفحه، الكنترولر هيجيب الصفحه يبدا يعرضها له، يجيب من الداتابيز، يجيب من اي حته، هيجيب من الموديل، هيجيب من الفيو ويبدا ايه؟ في مشكله في النقطه ده؟ تمام. طيب محتاجين نعرف ايه عشان نشتغل لارافيل؟ انا اجيب الرسام هنا كده اللي الستارت بتاعنا النهارده، محتاج اعرف مش حاجه جديده خالص عندكم، حاجه اسمها كنترولر، وابدا هنا حاجه اسمها فيو الاول في النص كده، كنترولر، حاجه اسمها مين؟ موديل. هل دول غراب عليكم؟ طيب حاجه اسمها راوت، الراوت ده هو الحاجة الجديدة بالنسبة لك، بسيط خالص. احنا كنا بنروح نروح نكلم مين؟ الكنترولر. انا مش راح اكلم الكنترولر على طول، انا راح اكلم
يكلم الراوت، والراوت هو اللي هيروح يكلم الكنترولر. انا شفت الفيديو ليها بس لخبطني اكتر. ما تقلقش خالص، لا ما عندناش لخبطه، لان انت ماشي على لوجيك معين وماشي يعني ايه ده كده، فانت يمكن يكون هو وصلك الفكره غلط. احنا في الام بي سي العادي كنا بنروح نكلم الكنترولر عادي، وهنا برضه هنكلم الكنترولر. بس بص، في واحد هيستلم مني الاوردر ويروح هو اللي يكلم الكنترولر. بس خلي بالك، الديفولب بيروح ياخد الاوردر يربط مع الكنترولر، ياخد الاوردر يربط مع الكنترولر، يبقى كل اوردر هيربطه مع مين؟ يبقى في الاخر بتتكلم مين؟ مع الكنترولر. يبقى احنا محتاجين نعرف مين هو دلوقتي الراوت. الراوت ده الشخص او الحاجه اللي انا بكلمها. راوت يعني توجيه، بيوجهني فين؟ اوجهك للكنترولر ده، اوجهك للكنترولر ده، اوجهك للكنترولر ده. وممكن يبقى عندي كنترولر يمانج الدنيا كلها والويب سايت كله. ممكن يبقى عندي 5 كنترولر، 6 كنترولر. يبقى الراوت ده حاجه جات لنا ظهرتنا مش هتخلينا نتكلم مع الكنترولر مباشر. هتخلينا نتكلم مع الكنترولر مباشر بس هو اللي بيرد علينا، هو اللي بيكلمنا. هو اللي وسيط اللي بينه وبين مين؟ الكنترولر. المهم ان انت في الاول وفي الاخر الكنترولر اللي هيمانج الدنيا برضه، حتى من اسمه هو ايه؟ كنترولر. الكنترولر ديفلوبر بيتعامل معاه، هو اللي بيوجه الدنيا ويمانج الدنيا. الراوت ده بس عشان ما اوريش لليوزر الكنترولر بتاعي اسمه ايه، ولا الشكل بتاعي اسمه ايه، ولا بتاع. انا بقول له الراوت اهو، الراوت ده اسمي اكس، بس اكس ده بيتكلم مع راوت تاني اسمه مثلا كانتري، او اسمه سيتي، او اسمه كذا. انا كديفلوبر عارف ان انا بتكلم مع الكنترولر، والكنترولر بيمانج الدنيا. الراوت ده اليوزر اللي هيشوفه، اللي هو اليو ار ال اللي هيكتبه يا شباب، مش اليوزر بيكتب يو ار ال، هو ده الراوت بتاعنا ان شاء الله. تمام، استلم من اليوزر الراوت اللي هو كتبه ده، واروح بقى باصين الراوت ده الراوت ده بيشاور على الكنترولر. بيشاور على مين؟ كنترولر. الكنترولر ده بقى موجود فيه، جايب الداتا من داتابيس، بيعرض الفيو، بيشغل الدنيا. لو انتوا فاهمينه في الام في سي، شفت الدنيا سهله ازاي؟ يعني انت اساسا فاهم ام في سي، خش على الرافل تلاقي الدنيا زي الفل. في مشكله في الموت ده؟ طيب تعال نشوف الرافل وازاي نسطب اللي هي الام في سي الاولا. يبقى احنا هنتكلم النهارده على كام حاجه؟ اربع حاجات، منهم ثلاثه احنا عارفينهم، ومنهم حاجه لسه مش عارفينها وبسيطه جدا. تمام؟ طيب علشان نشتغل الرافل هي فريم ورك. يعني ايه فريم ورك؟ لايبرري جاهزه. يعني ايه لايبرري جاهزه؟ زي احنا اشتغلنا كتير مع بعض لايبرري، اشتغلنا جي تيبل، اشتغلنا تيبل، اشتغلنا جي كويري، اشتغلنا لايبرري. بس اللايبرري دي مش مختصه بحاجه مختصه بالبي اتش بي، يعني كود بي اتش بي. كود بي اتش بي يعني هي اللي احنا كنا بنكتبها جي كويري، ده كانت فرونت اند، وكانت ساعات بتتكلم مع داتا بيس. الجي تيبل ساعات برضه كانت بتتكلم، بس كانت ايه؟ حاجه مختصه بشغلها معين. اما الام في سي هي فريم ورك مختصه بمين؟ بالبي اتش بي. طب بتعمل ايه في البي اتش بي؟ لا هتعمل لك حاجات كتير جدا. بدل ما احنا في 2018 ما هنبدا الدنيا من الاول، قال لك ابدا من حيث انتهى مين؟ الاخر. يعني ابدا من حيث انتهى. الناس عملت حاجه كويسه وعرفت ان المشكله بتاعتك مش في السيرت وديليت وابديت، مش المشكله هو عايز يوجهك. فكر في المشروع بتاعك كبزنس، انت المشروع بتاعك عايز يبقى فيه، عايز يبقى فيه فلو ورك مثلا، بيخش مثلا بعمل مثلا مستندات او ارشيف، المستند ده بيخش فلو ورك مثلا، بيتمضي من هنا وبعد كده يتمضي من هنا ويمشي من هنا ويمشي من هنا، في شويه انضاءات بتحصل او في حاجه بتحصل، فيقول لك بص طب ما هو في الاول اللي هو يروح يدخل ده يدخل اللمضه بتاعته، والتاني ده يدخل مين؟ الحاجه بتاعته، ده يدخل الحاجه بتاعته. طب ما هو الانسيرت والديليت والابديت، ما هو مهرسين، هخلي ده يعمل انسيرت اللمضه بتاعته، وده انسيرت اللمضه بتاعته، وده انسيرت. قال لك لا، انت بص انا خليك تفكر في الفلو اللي بيحصل، وسيبك من الانسيرت والديليت والابديت، انا عندي انا موجودين دول مالكش دعوه. ابدا من ايه؟ شوف فكر في البيزنس بتاعك بيعمل ايه؟ بيساوي ايه؟ المشروع بتاعك بيتكلم عن ايه؟ ابدا فيه. واحنا حكايه الانسيرت دي امرها سهل، واحنا حتى في الانسيرت احنا فضلنا نقول اربع خطوات لحد ما وصلناهم ليه؟ لخطوه واحده والدنيا كانت سهله، هو كل الانسيرت كله بعض. يبقى مشكلتنا مش مشكله انسيرت ولا ديليت ولا ابديت ولا الكلام ده، المشكله ان احنا عايزين نعمل حاجه تريحنا في الانسيرت والديليت ابديت، لان هم مهروسين مش هحط لهم. تمام. تاني حاجه اللي هو مثلا عايز حاجه جاهزه، انا اول ابدا من الاول ايه تو زد، انا عايز حاجه ايه تجيب لي من الاخر. فقال لك ايه؟ خلاص ابدا من حيث انتهى الاخر. والله انا عامل لك فريم ورك، عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل تشارت زي التشارت اللي احنا بنبناه. التشارت اللي احنا بنبناه كنا نروح له كانت صفحه
كاريت ايه؟ صفحه بي اتش بي سيرفيس ترجع لنا داتا، بعد كده نروح لكاريت صفحه ثانيه بي اتش بي تكون تكيم التشارت دي، نروح نعمل التشارت عدى خدت منها وقت ولا ما خدتش؟ خدت شويه بس اللي حد ما خدت شويه، هي ممكن ما خدتش عشان ايه؟ التشارت جبناها جاهزه برضه، ما احنا لو نعمل التشارت دي من الاول ما كان هتاخد وقت صح؟ التشارت جبناها من الجي كويري جاهزه، التشارت جي جي اس. طيب ما هو فريم ورك برضه، ما انت لو ما جبتش الشات جي اس هتبدا من الاول تعمل له ديفايد، ديفايد تكبر وتصغر على حسب ما الداتا اللي راجعه، يعني انت بتبص له في متغير وهتبدا تعمل الكلام ده. بالله عليك لو انت عملت الشات دي بديك هتاخد وقت مش هتاخد؟ صح؟ هو كده الفريم ورك زي كده، حاجه مش هتبدا من الصفر، هتبدا من من رينج معين وشوف انت عايز تعمل ايه. تمام؟ في مشكله في كده؟ طيب طيب عشان نشتغل فريم ورك معينه زي الفريم ورك اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كنا لازم ننزل مين؟ الملفات. فانت في حل من اثنين، ان احنا نروح ننزل ملفات لارافيل، ولو رحنا لارافيل زي مثلا لارافيل كده في الموقع بتاعهم الرسمي مش هتلاقي حاجه اسمها داونلود فايل زي ما نروح للبوتستراب تروح تقول له ايه؟ داونلود ويرفع لك فايل. ممكن تدور عليه في الجيت هاب، تدور على لارافيل دي الملفات دي فيها لارافيل في الجيت هاب. ممكن ده الدوكيومنتيشن، ده الدوكيومنتيشن اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. ده كانت 1 3 3 1 ماشي. تمام؟ هتروح تدور عليها من الجيت هاب وتبدا تنزلها، وزي ما تكون هتروح تنزل الملفات بتاعتها. بس في لارافيل الموقع بتاعهم ما عندهمش لينك دايركت ايه؟ تنزل منه ايه؟ اللارافيل. هو عامل لك حركه كويسه جدا، بيقول لك انا عامل لك ستيشن تقدر تخش عليها، يعني ايه ستيشن تخش عليها؟ عارفين زي الباشمهندس اللي كان عايز يخش معانا هنا على يسمع المحاضره معانا؟ هو زي كده. انا هخليك تخش على ستيشن انا عاملها لك، جهاز ماشين سيرفر تخش عليه بريموتلي، اعمل لك يوزر واعمل لك حساب تخش عليه ومسطب عليه انا لارافيل والكلام ده كله، تروح تبين تشتغل على الاستيشن اللي عندك. تمام؟ ده اول خطوه. لو طبعا اي فريم ورك بمشي مع مين؟ بمشي مع الدوكيومنتيشن. ده هي فريم ورك مش لغه، لان ممكن ينزل منها فيرجن تاني. انت منزلها؟ نزلتها. ما شاء الله. طيب انت سمعت فيديو ونزلتها ولا ايه؟ لا نزلتها دلوقتي من الجيت هاب. من الجيت هاب؟ جبتها منين؟ على الجيت هاب داونلود؟ كتبت ايه؟ داون لا جبت لارافيل جيت هاب وفتحت الجيت هاب وداونلود على لارافيل. لارافيل خلط اصلا مش معاك. لا ما انا قلت لك ممكن من على الجيت هاب بتنزلها. لارافيل من الجيت هاب جي اي جي اي جيت هاب هتبدا تنزلها من هنا، بس انا مش هنزلها من هنا خلي بالك. تمام؟ هتقول له داونلود زي ما ابراهيم نزلها كده، هتبدا تنزل مين؟ الملفات دي وتحطها عندك. هي نفسها هي ما فيش اي مشكله، ملفات هنزلها ونحطها عندنا، في مشكله في كده؟ ده الخطوه السهله. طيب انستولها، تعال انستولها على الموقع بتاعنا. يبقى انت ممكن تنزلها مع مين؟ مع الجيت هاب حد رافعها، او تنزلها مع الموقع بتاعهم. الموقع بتاعهم بقى في لارافيل هو مش عامل لك ملف تنزلها منه، عامل لك ايه بقى؟ بيقول لك انا بنزل كل شويه فيرجن، فيرجن 4 بعد كده 5 بعد كده 5 بوينت كذا، اخر فيرجن عندنا كام؟ 5.6. تمام؟ احنا مش هنشتغل تحت خالص ومش هنشتغل اخر حاجه فوق، احنا ممكن نشتغل 5.5. ليه؟ انا مش هشتغل تحت خالص لان خلاص احنا عايزين نشتغل على فيرجن حديث، مش هشتغل على الفيرجن ده لان احنا عجبتنا ممكن مشاكل، ممكن ندور عليها نسرش عليها ممكن ما نلاقيهاش، فنلاقي 5.5 هي ستيبل شويه، فهنبدا نشتغل على 5.5. في مشكله في كده؟ لو اشتغلنا على واحده فيهم هنعرف نشتغل عليها وكل واحد. تمام؟ طيب هنبدا ننستولها. قبل ننستولها هو بيقول لي البريكويست بتاعها والريكويرمنتس بتاع لارافيل، يقول لك ان انت عشان تشتغل 5.5 يبقى عندك بي اتش بي 7. طيب احنا عندنا بي اتش بي كام؟ ممكن يكون 5 5 6 و7. احنا هسه عندنا 7. لو انت كان الان هتبقى تعلم عندك هتعلم على مين؟ على تحتها وتراستر السيرفر وتبدا تشغلها. طب راستر السيرفر ازاي؟ كليك يمين وتايه؟ وترستر يمين اول سيرفر. طيب تمام؟ في مشكله في كده؟ طيب والبريكوست دي كلهم هتلاقيهم عندك اهم دلوقتي عليك، هم شويه اكستنشن موجودين في مين؟ في البي اتش بي، يعني منهم على سبيل المثال بي دي او حاجه اكس ام ال بي اتش بي. لو احنا دورنا كده في الاكستنشن دي هنلاقي الحاجات دي تطمن ما تجيلكش، هو من ينزل مع السيرفر اللي هي البي اتش بي اكستنشن. هتلاقي هنا في حاجه اسمها اكس ام ال، لو دورنا عليهم
هتلاقي ايه اللي هو عايزه، ما هتلاقيهم هنا، والبي دي او هتلاقيهم موجودين، فانت ما مش هتتعب نفسك يعني، هتلاقيهم موجودين. لو انت كمان عايز تعرفهم وتتاكد، تعالى قول له هنا ايه لوكال هوست، افتح اللوكال هوست بتاعتك. لو انت قلت له حاجه اسمها بي اتش بي انفو هيجيب لك مين دي، خلي بالك فانكشن جاهزه بي اتش بي انفو، عارف انت لو فتحت صفحه وكتبت الفانكشن دي راح يعرض لك الصفحه دي، تمام؟ فدي الاكستنشن اللي عندك كلها موجوده، هتلاقي منها البريكويست اللي هو طالبها. طيب يبقى هو عايز دولت وهم دولت موجودين عندنا، في مشكله في كده؟ بيقول لك ازاي تتسطب لارافيل من ستود لارافيل، بيقول لك معلش سطب لنا الكومبوزر ومن كومبوزر تسطب لارافيل. لا اقف هنا بقى، قول لي يعني ايه كومبوزر وايه اللي انت قلته ده، ازاي عشان اسطب لارافيل تسطب كومبوزر؟ اقول لك صلي على سؤالك، انا عندي سيرفر زي الجيت هاب، تمام؟ ارفع عليه ملفات كتير، واحد تاني زي جيت لاب اللي كان شغال عليه محمد ارفع ملفات، واحد تالت مثلا في حته تانيه سيرفر تاني مثلا زي السي دي ان بتاع مايكروسوفت عاملين سي دي ان ارفع عليه ملفات، حاجه زي مايكروسوفت ارفع الناس رفع عليها ملفات، تمام؟ ف كومبوزر ده عامل ايه بقى؟ بيقول لك بص انت عايز تنزل الحاجات دي كلها من غير ما تروح فين؟ من غير ما تروح على السي دي ان بتاع لارافيل، او تروح على السي دي ان بتاع مايكروسوفت، او تروح على الجيت هاب، او تروح اي حاجه، تنزل البرنامج اللي اسمه كومبوزر وتكتب له امر التنزيل، روح اعمل لك داونلود، هو يجيب لك الداونلود من عندك. طيب كومبوزر ده عامل لك سيرفر وحاطط لك ايه، حد نزل البرنامج ده، والبرنامج ده بيروح يكلم السيرفر اللي انت عايز تكلمه. انا في الحاله دي انا عايز اروح اكلم مين؟ لارافيل. ففي كود كده هكتبه، هو يروح للستيشن بتاع لارافيل ويروح ينزل منها الملفات اللي انا عايزها. طيب الكومبوزر ده ممكن تستخدمه في حاجات تانية، تنزل بيه اي حاجات تانية. انا ممكن نرفع، احنا ممكن ننزل مثلا مش ما عندناش البوتستاب، ننزل منه البوتستاب، ننزل منه اي حاجه. فالكومبوزر ما هو الا برنامج ينزل لي الملفات بس، تمام؟ في مشكله في كده؟ تمام. وابدا اكتب شوية أوامر كده بعد ما سطب الكمبوزر وانزل الملفات، شوية أوامر ده اكتبهم في السي دي ام، من ضمنهم السي دي ام دي اللي أنا هكتب فيه، هكتب في السي دي ام إن أنا عايز أداونلود مين؟ الملفات. في مشكلة في كده؟ يبقى إحنا ننزل برنامج كمبوزر عشان ننزل مين؟ ملفات مين؟ لارافيل. ما عايز تنزلها من الكمبوزر هتنزلها من مين؟ من الجيت هاب. تعال ننزل الكمبوزر داونلود، هو برنامج صغير خالص لذيذ كده كومبوزر، بيقول لي انت هتنزل الكومبوزر الفيرجن كام، قلت له داونلود. وخلي بالك الكومبوزر ده انت ممكن جود ستارت وتشوف الدوكيومنتيشن بتاعته وتشوف هو بيشتغل ازاي والكلام ده كله، بس هو برنامج انستول ما فيش اي مشكله خالص. هبدا انزله، برنامج صغير خالص ممكن فلاشه، ولو انت نزلته نزل معاك وانت عليه، هو صغير خالص مساحته صغيره. انا عايزكم تعملوا الحاجه دي بايديكم، لان الحاجه دي بايديكم هتفرق معاك كتير جدا، لان الموضوع لو انت عملته بايديك هيبقى سهل عندك في البيت جدا، تمام؟ نزلنا الكمبوزر، هنبدا نسطبه. هو نزل معاك كتاب ولا لا؟ خلص داونلود معاك يا ابراهيم، هو مساحته صغيره. هنبدا نسطبه ازاي؟ نسطبه كليك يمين نيكس نيكس نيكس، بس لاحظ بس وانت بتسطب ان انت الفيرجن بتاعك بي اتش بي 7، هقول له نيكس عشان هنا بيقول لي انت هتشتغل عليه فيرجن، فبيقول لي انت عندك فيرجن 5.6 وعندك 5.0 وعندك 7.0، فانا بختار له 7 واقول له مين نيكست. كله اختار جه ظهر عنده كده ولا ايه؟ لا ما ظهرش عندك. ليه يا ابني؟ بعد ما تقول نيكست كده هيجي لك الخطوه دي. ما كانش حد جاله كده دي فاضيه، هيقول هنا كده براوس ابراهيم، وتبدا تروح على مين؟ على الوامب عندك في السي. الوامب؟ اه مش انت بتسطب وامب؟ على الوامب، على حاجه اسمها مين؟ واحنا هنشتغل بالسبعه ولا بالخمسه وسته؟ ايه الافضل؟ هو البريكوست بتاعها 7. الوامب ادخل بقى على الوامب ايه؟ المكان اللي هو بي اتش بي 7 تقول له براوز، وتقول له ايه؟ على الوامب البريكوست بتاعها عايز 7، على الوامب ابراهيم، وتقول له مين؟ البن، هتلاقي حاجه اسمها بي اتش بي عندك اهو. اول ما تخش بي اتش بي في عندك فولدرين، دوس على 7، في حاجه اسمها بي اتش بي مين اكس اي، تختار دي. بس المفروض الكومبوزر كان يبقى لك يعني ماشي. المهم ممكن يكون الاوبريتنج سيستم عندك مختلف شويه فظبط الدنيا. المهم اخترنا كلنا 7
وقلنا مين؟ نيكست. لا قول له نيكست مش هنحط بلوكس ولا حاجه. قول له انستول. عشان انا مسطر قبل كده. تمام. المهم بعد كده هيقول لك ايه؟ فينيش. المفروض كل الناس كده جرى عندها فينيش. خلاص؟ طيب ماشي. بعد ما تخلص كده قال لك ايه؟ فينيش. المفروض ايه؟ هندوس فينيش. تمام؟ ده الدوكيومنتيشن بتاعه هو، احنا مش عايزينه خلاص، احنا سطبناه. الدوكيومنتيشن هجيبها لك انا، عندنا هجيبها لك الدوكيومنتيشن، اقول لك هيجيب لك ايه. سطبنا خلصنا. تمام جدا. تعالى كده الدوكيومنتيشن اللي كان هيوريها لك، سيبك من دي خالص، دي هرجع لها نروح لها دلوقتي، مالكش دعوه بيها. تعالى هنا في اي وقال الاوان ان احنا ممكن نطلع بره الوامب، يعني ممكن نروح لاي مكان بره الوامب، لان لارافيل لما لارافيل لما انا هنزلها ممكن احطها في اي مكان مش تفرق معايا، لان عندها سيرفر هي خاصه بيها زي الوامب كده. طب واللي شغال اكسام ايه المشكله؟ هي هتعمل مش مشكله خالص. تمام. انا هفتح من اف اهو او على الديسك توب، مش هروح للوامب، مش هروح للبن. تعالى هنا نعمل ايه؟ الفولدر بتاعك اللي هو كان داتا كده كنا بناخد ملفات فيه، كان فين؟ في سينيور ستيبس. فين؟ فين كنت انت فين؟ تمام. ليكتشر 37. احنا في 37 المحاضره 40. طيب انا مش هجيب الفولدر ده خالص، خلينا في الفولدر ده يا عمي. تعالى من مين؟ تعالى من نيو فولدر هنا كده ونسميه مين؟ باش انتوا ملكتوا في سي والدي والاف. تمام. ونسميه انتوا كنا عاملين هناك اسم جروب 1 صح؟ طيب انا هستاذنكم اعمل له سينيور 2 2 واخش جواه واعمل في جروب 1، لان انا يبقى عندي اكتر من جروب، واقول له جروب 1. تمام. في مشكله في كده؟ طيب انا الاوان اللي احنا ليكتشر 40 ماشي ولا تزعل. ليكتشر 40 ليكتشر 40. المهم ان انا بعد ما سطبت الكومبوزر قال لك ان انت تتعامل مع الكومبوزر، بس اركن دي شويه. قال لك تتعامل مع الكومبوزر من خلال مين؟ حاجه اسمها السي ام دي. حاجه اسمها مين؟ ايه السي ام دي؟ لو انت جيت فتحت كده كليك يمين كده وجيت في الران كده في الستارت كتبت السي ام دي، حلو كده؟ هيفتح لك السي ام دي بتاعتك، وممكن تعمل كده سي ام دي وكليك عليها يمين ران از ادمنستريتور. از ادمنستريتور عادي افتحها لك من كادمنستريتور من السي. ها لو كتبنا كلمه كده مع بعض اسم ايه اللي انا كتبتها؟ هي الدوكيومنتيشن اللي كنا رحنا نشوفها هناك. ايه الكومبوزر هتعمل ايه؟ دي شويه الاوامر اللي هتكتبهم في الكومبوزر علشان هم المتوفرين. والله انا عايز كذا عايز كذا، دي الاوامر الموجوده مين في الكومبوزر. لو جالك الاوامر دي كده يبقى الكومبوزر شغال معاك. شغال معاك ولا مش شغال؟ طب نكتبها تاني عشان انا تقريبا كده صح. كومبوزر زي البرنامج اللي تكتبه كومبوزر، ودوس مين؟ انتر. جالك شويه اوامر كده كتار، سيرشنج سيلف ابديت، الحاجات اللي موجوده في مين؟ في الكومبوزر. خلي بالك سهم يرجعك للامر اللي قبليه، سهم لفوق يرجعك للامر اللي قبله. كتبت الكومبوزر جات لك كده عليه؟ مش عايز اركز. عايز تركز؟ ما انت عشان تنزل معايا بتاعك. لازم اكتب. اكتب بس. لو قبل ما تسطب الكومبوزر وكتبت كلمه كومبوزر دي مش هيظهر حاجه، مش هيظهر حاجه، مش هيجيب لك الشات ده، ما هي بيعتبر الكومبوزر ده غلط. انا قبل ما اروح على لارافيل تعال نفهم يعني ايه السي دي ام، عشان الناس برضه اللي بتكتب سي دي ام برضه تبقى فاهم يعني ايه سي دي ام. سي دي ام ده هو تولز زي الدوس كده، لو تسمع على النسخه الدوس كده يبدا عشان تراستر الكمبيوتر منه، عشان تكونكت على السيرفر منه، عشان تعمل تلاقي حتى بتوع اللينكس كلهم فاتحين السي ام دي بيكتبوا. فانت السي دي ام ده هو بيعمل لك نفس الحاجه اللي انت بتعملها بالماوس وبالكيبورد، بس انت بتعملها مين؟ كتابه كود. على سبيل المثال انا واقف هنا ده هختف مين؟ في الويندوز في السي في كذا. انا عايز اروح في حته معينه، في حته عايز اروح في السي في مثلا في بارتيشن مثلا اسمه
وامب مثلا على سبيل المثال فين انا وامب وامب دبليو دبليو جروب واحد ده ليكتشر 39 هنا انا عايز اروح هنا كده ليكتشر 39 انت بالماوس اتحركت ولا ما اتحركتش؟ اتحركت الكلام انا عايز اكتب الكلام ده في السي دي ام قال لك بص ده في امر اسمه تشينج دايركتري تبع السي دي ام مش تبع الكمبوزر وقول له المكان اللي انت عايز ايه تحركه انا دخلت بقى بقول له حركني السي دي ام يعني تشينج دايركتور غير المكان بتاعي بدل ما انا واقف في السي في سيستم 32 واديني اللي كشر كام رحت بجد انا في ديك كشر كام عارف لو ال 39 ده فيها في حاجه معينه فيها هنا فيها فولدر اسمه جي اس عايز اتحرك له عارف تقول له تشينج دايركتور مين جي اس كده لازم اجيب جوه مين وتقدر تقول له كرييت فايل تجيب الامر بتاع السي دي ام انه كريت لك فايل ويروح كريت لك فايل بدل ما كليك يمين يو فايل كريت لك فايل فالسي دي ام اللي انت بتتعامل معاها تعرف ان انت بتتعامل معاها كانك بتعمل حاجه وزر بس الكود بتكتبه بيريحك في مشكله في النقطه ده ده السي دي ام في مشكله في كده؟ ده كان موجود اصلا في النسخه ولا ده موجود في النسخه؟ لا السي دي ام موجود في النسخه لا ده السي دي ام ده موجود في النسخه ملوش علاقه ده شويه الاوامر اللي نبدا نكتبهم عشان ينزل لنا في التراك كومبوزر يعني لو ما نزلتش كومبوزر مش هتعرف تكتب الامر روح يكلم ضرب الويجي يا كده بكلم الاوبريتنج سيستم يعني مثلا انت في اوامر من الاوامر اللي تدوس كده مثلا اسمها اللي هي بينج مثلا جوجل تكتب كلمه ايه بينج مثلا داش جوجل يروح يعمل لك بينج عليه يتكلم جوجل كده من السي دي ام ملهاش دعوه بالكمبوزر فالسي دي ام ما هو الا ايه حاجه تعمل بيها كده بتعامل بالاوبريتنج سيستم اوامر بتكتبها من ضمن الاوامر دي ان احنا هنكتب امر ضغط ينزل لمين لارافيل بس مشكله ان احنا لارافيل لازم ايه يبقى عندنا الكومبوزر عشان يبدا هو اللي ياخد الامر من السي دي ام اللي احنا هنكتبه يروح يكلم لارافيل وين طيب احنا هننزل لارافيل فين احنا عايزين نروح فين في الفولدر اسمه مين فين في الاف عايزين نخش على الاف ونروح نقول له ايه في السيريال ستيبس 22 صح وعايزين نخش على الكشر 32 فالامر كانت هتعمل كده عليه كنت بص هتمسك المعايا ده كده كنترول سي وتيجي هنا كده وتقول له تشينج دايركتوري وتقول له مين مفيش هنا كنترول في هنا خلي بالك كله ايه لازم بالماوس كده لا مفيش حاجه اسمها بالكنترول في تقول له كده صح هروح يحرك لك مين يروح لك كده بس يبقى عندك اكسس ليها ما رضيش يوديني لان ما عنديش اكسس ليه للفولدر اللي هناك ده يقول لك بدل ما تكتب بس عشان هو ورتك مقفلني من ما هو بدل ما هو مش راضي من هنا كده قال لك بص هو انت مش كنت عايز تفتح الفولدر ده او اي فولدر معين مثلا اف عايز تفتح الاف قال لك تعالى فوق هنا كده واكتب تعالى في مكان الاف كده حط الماوس عليه واكتب له سي دي اي ام اللي حصل اول ما كتبت هنا اول ما طلعت فوق هنا كده سيمبل ستيبس او اي مكان واكتب له هنا مين سي دي ام ودوس انتر بيفتح ولا بيروح فين داخل لا غير انه فتح تحت يكفي ده كله عشان نشوف بس عشان لو في حاجه خليك انت هنا عشان محتاجك سي ام دي كنت بكتب سي ام دي ولا كنت بكتب سي ام بتاع احنا مثلا في السي تمام في السي هنا لو انا كتبت السي ام دي ده سي ام دي انا بكتب سي ام ماشي سي ام دي اللي حصل بتاع لك مين سي ام دي الكومبوزر ده فتح لي في السي طيب صلى على سلم هو انا لو عايز اخليه يدخل لوامب كنت تعمل ايه كنت بتاخد ده كده كنترول سي وتروح لل انا لسه ما دخلتش في لارا فين السي ام دي اللي فتحت معانا دلوقتي اهو سي ام دي وكنت تقول له ايه بيست تشينج دايركتور في الاول تشينج مين دايركتور وتقول له بيست كان بيروح يحولك لمين للوان طب لو انا مش عايز اقول له تشينج دايركتور كنت هتخش جوه الوان وتكتب فوق ايه سي ام ايه دي فتح لك مين الوان 64 طيب عايز نخش في الفولدر ده بدل ما تقول له تشينج دايركتور خلي بالك انت لو كتبت له تشينج دايركتور هيشتغل معاك ويروح يتحول دايركتور فانت من فوق ممكن تكتب له سي ام ايه دي بس انت كنت سجلت ماشي ما انا بقول لك يعني ايه السلم دي دلوقتي أيوة. طيب احنا عايزين نفتح فين عايزين نروح لمين لاف ده بس انا بخليك بتاع تحس ان السلم دي حاجه كده ملهاش سينيور ستيبس 22 22
ماشي احنا عايزين نخش فين عليه؟ اكتب فاجي فوق كده اقول له سي ام دي. في مشكله في كده؟ تمام؟ وتبدا تكتب الاكواد بتاعتك هنا. لو انا كتبت هنا كومبوزر جاي لي الامر بتاعتي مفيش مشكله. لو انا قلت له تشينج دايركتوري وقلت له حرك لي مثلا عندي فولدر في 24 هنا اسمه فولدر نيو فولدر اسمه اكس. لو انا قلت له تشينج دايركتوري اكس هيبدا يخش جوه مين؟ يعني هو السي ام دي. بس اقول لك عايز اقول لك ان انت ايه ان انت بتتحرك وتكتب اوامر بس في السي دي ام. في مشكله في كده؟ يبقى السي دي ام في حد عنده مشاكل فيها؟ طيب هو تقدر هنا كليك يمين من البروبرتيز تغير الويتس بتاعها والهايت بتاعها. يعني الويتس بتاعها مثلا عايز اكبره بدل ما هو الهايت 300 اكبر اكبره شويه تمام او اصغره او اخليه 200 تمام واقدر اخلي الويتس بتاعنا عايزين الويتس مثلا يكبر ب 300 تمام. عايز اغير الكالر بتاعه بالشكل ده بالشكل ده اللي انت عايزه تمام. طيب انا عن نفسي انا بحبها سودا بس ايه عشان تظهر معانا مين في اللي. طيب بعد ما غيرت كده في السي دي ام انا عايز اقول له ارجع باك. عايز انا مش عايز اخش جوه الاكس انا عايز هنا جوه مين. كنت تقدر تقول له ليكتشر 40 تخش هنا في ليكتشر 40 امسح الفولدر ده. تعال اقول له ايه سي ام دي هنا فتحت السي ام دي بتاعتنا. في مشكله في الامر ده؟ طيب عايزين نكتب الامر بقى اللي ينزل لنا مين؟ لارافيل. قال لك لازم تسطب كومبوزر عشان ياخد منك الامر من السي ام دي يروح يكلم مين؟ لارافيل ينزل. طب قلت له تمام انا بنزل كومبوزر مش كلنا بننزل كومبوزر. عايز تتاكد اكتب كلمه كومبوزر ودوس انتر هتنزل. في مشكله في اللي انا قلته ده؟ طيب نروح على لارافيل الدوكيومنتيشن بتاعتها. بعد ما بيقول لك ما تنزل الكومبوزر بيقول لك ان انت عندك امر اهو بسيط خالص تبدا تنزل مين؟ من خلاله ان انت تنزل مين؟ لارافيل ما حدش يكتبه تمام؟ هيبدا يعمل لك مين؟ انستليشن لمين؟ لارافيل. انستول لمين؟ وبعد ما تنزل لارافيل بتقول له لارافيل نيو بروجكت بلوك يروح يعمل لك فولدر ينزل لك الامر ده هيسطب لك لارافيل عندك. الامر الثاني ده هيعمل لك فولدر وينزل لك الملفات بتاع البروجكت اللي محتاجها لارافيل. يبقى كام خطوه؟ خطوتين. بيقول لك انت او ممكن من خلال الامر ده الاخير ده يسطب لك لارافيل ويكريت لك بروجكت بالاسم اللي انت عايزه. يبقى انت ممكن تاخد الامرين دول الامر الاولاني وبعد كده تسطب نيو ايه بروجكت او من الامر الثاني ان انت تقول له ايه سطب الملفات واعمل لي ايه بروجكت ثاني هيكريت لك بروجكت وكذا. في مشكله في اللي عملته ده؟ طيب بس في حاجه ثانيه هنا المفروض كان جلى عليها بيقول لك ان انت في لارافيل ان انت ممكن تبقى عايز تسطب هوم ستيت. لو انت عايز تشتغل على هوم ستيت عند السيرفر بتاعهم ممكن ايه تشتغل على السيرفر بتاعهم. قلت له انا اشتغل على الويندوز بتاعي مفيش مشكله. فقال لي روح سطب الكومبوزر ومن الكومبوزر اكتب الامر ده بقى في السي ام دي بعد ما سطبته ده. لا اما تمشي الخطوتين دول يا اما تمشي مين؟ طيب تعالى نغير الامر كده بيقول لي كومبوزر. يبقى انا كده السي ام دي بقول له كلم لي مين؟ يبقى ده امر من ضمن مش من ضمن السي ام دي بتاعتي. هو هيتكتب في السي ام دي بس انا كده بخاطب مين؟ الكومبوزر. بقول له كرييت بروجكت والديستريشن بتاعته او الديستريبيوت بتاعته التوزيعه بتاعت البروجكت ده التوزيعه بتاعته هي لارافيل. لارافيل بلوك ده اسم المشروع انا هغيره 5.5 ده الفيرجن. طب لو انا عايز انزل 5.6 هتغير بدل ال 6 بدل ال 5.5 5.6 5.4 5.كذا. في مشكله في كده؟ يبقى اللي مطلوب مني هاخد الامر ده كوبي واحط فين عليه؟ سي ام دي واقول له بيست. بص يا علي انا عايزه يسطب في البلاك عايز المشروع بتاعك اسمه بلاك. لو احنا عايزين نغيره قول له لا ده انا مش المشروع مش عايز اكريته عايزين نكريت مشروع اسمه كنا بنشتغل على مشروع اسمه ايه؟ كورسز صح؟ نخليه كورس. في مشكله في كده؟ طيب بص بقى انا واقف فين في السي ام دي؟ واقف فين في السي ام دي؟ في ليكتشر كام؟ 40. الراجل الطيب ده في ليكتشر 40 هيروح يدور على فولدر اسمه مين؟ كورس. لا
مش هيلاقي، يروح يكريت لك الفولدر اسمه مين؟ كورس. لو لقاك انت مكريت الفولدر هيروح يحط جواه. يعني لو مكريت فولدر كده اسمه كورس وانا جاي له كورس هيروح ايه؟ يكريت. لو انا مش مكريته وانا مش هكريته ديليت اهو، هيروح هو يكريت ايه؟ فولدر اسمه كورس وينزل فيه لارافيل فيرجن كام بقى؟ طب لو انا عايز فيرجن تاني اغير مين؟ الفيرجن بتاعي. في مشكله كده؟ دوست انتر، بدا ان هو ينزل ملفات مين؟ الكومبوزر واللارافيل بتاعتك. مع كل مشروع انا ببدا اشتغل. لا ما انت مع كل مشروع هتاخد اول ملف تحطه عندك او تنزله من القطع بوشك ملفات زي مثلا بتاع دوت ستاب. هو كل مشروع بتروح تعمل ممكن تاخدهم، فانت ممكن تاخدهم. احنا خلي بالك ممكن ما كناش نعمل الزيطه اللي زطناها دي، كنا ممكن ننزل من الجيت هاب زي ما وريهم عمل. في مشكله في اللعبه ده، بس انا اوريتك بس الدوكيومنتيشن نمشي ازاي وراها عشان تفهم يعني ايه سي ام دي، لان انا كل شغل هيبقى سي ام دي. فلما تفهم سي ام دي وانت بتنزل ملفات كده ما تستغربش اقول له كرييت لي فايل. كرييت السي ام دي كرييت فايل، هو السي ام دي كرييت لك فايل، كرييت لي مش عارف ايه. فهنبدا نكريت كل حاجه هتبقى من السي ام دي بتاعتنا. المهم هو المساحه بتاع الارفل صغيره جدا، فالمفروض مش تاخد منه وقت. هو عمل عندي حاجه بس بدا يداونلود ايرور ولا ايه؟ طيب تبدا تنزل عنده وهشوف عندك. طيب اعمل ريفريش هنا، هو محتاج نت بس نت بسيط. اعمل ريفريش في الفولدر. لا هو بيعرفني انت ان هو نزل. هو المفروض هينزل، هينزل دولود ده. حد بدا ينزل معاه؟ نزلت عندك؟ السؤال انتوا اللي سحبتوا النت منا بقى. المفروض يعمل لي حاجه عادي وينور وخلاص يا حضرتك. انا عايز البروجكت ده اسمه بلاج زي ما هو مورتوش. مفيش مشكله هو هيبدا ينزله. خلاص ايوه فين بقى؟ هو شوف بقى انت فاتح فين. ايوه مش موجود في الفندق. مالك انت خدت الامر ده علي؟ اه اصبر يا عم ما تقلقش، هتاخد الامر ده هتشتغل. اقفل ده كده، قفلت اهي. هنعمل ايه؟ سي ام دي اقول له ايه؟ بيست. وتعال نقول له مين؟ المشروع بتاعنا اسمه ايه؟ كورس. كورس اقول له انتر. كورس كان نوتي اه بيبدا ينزل ملفات على لودنج كومبوزر، لودنج كذا، لودنج كذا، لودنج كذا. المفروض يجي عندك كده عادي، هيبدا ينزل الملفات بتاعتك. خد خد السطر صح، ممكن يكون انت كتبت السطر ناقص. بس انت هتخش هنا وتخش سي ام دي. فين الامر بتاعنا؟ فين هو طيب؟ ما انت النت مش شغال عندك يا راجل. يا راجل يا راجل النت لازم يبقى شغال عندك. هو هينزل منين؟ هو هينزلك انت عندك يا راجل. طيب بدا ان هو ينزل لي الملفات بتاعتي ده كلها، هو مساحته صغيره خالص. تعال نكبر البتاع دي كده. طب انا النت عندي شغال بس هو المفروض يقول لك تعال كده. هتبدا هنا ينزل لي الملفات بتاعتي. خلص كده ولا ايه؟ سكسسفول المفروض كده داونلودنج، بس هو بياخد وقت اكتر من كده. ازاي؟ النت فصل عندي؟ جاي لي فيل. ما انا بقول بتاخد وقت اكتر من كده. ادي موضوع النت. هو امر بسيط خالص، ما بلاش اي هو سطر كود كتبناه بس مع نفسنا. المفروض النت فصل مني فلو النت كده المفروض يشتغل. الامر اسمه ايه؟ اهو الامر متخزن اهو. طبعا اقول له انتر. لو احنا شفنا السي ام دي، السي ام دي بدات ان هي تنزل لنا الملف اللي هو البلوج بتاعنا. تمام، في مشكله؟ هينزل لك الفولدر اللي هو كورس زي ما ماشي ماشي. طيب
في حاجه غير السي ام دي برضو، زي ما احنا شفنا السي ام دي ضغط، ممكن تكتب فيها شويه اوامر هنا وتبدا تكتب السي ام دي. اول ما تكتب هنا السي ام دي تفتح لك الشكل ده وتختار اللي انت عايزه وتقول له بيست، يكتب لك الامر، يبدا ينزل الملفات ده واللود زي ما احنا شفناها دلوقتي مع بعض، تمام، يكون النت متصل معاك. قال لك ممكن اجيب لك ايه حاجه ثانيه كده زي السي ام دي بالظبط، مفيش اي اختلاف فيها، بس هي فيها شويه اوبشن زياده كده، ممكن باستخدامات اخرى ممكن ترفع منها بوش وتشيك ان وتشيك اوت للملفات بتاعتك من على الجيت لاب او الجيت هاب او كده. فهي سي ام دي برضه بتكتب فيها اوامر اسمها جيت، اسمها مين؟ جيت. طب ايه جيت دي؟ تعالى كده لو احنا بدانا نسرش على جيت دي هتقول له جيت تولز كده، جيت بسيطه خالص دايما هي اللي هي الشكل ده، اقول له جيت. طبعا ما حدش ينزلها، انا كده كده منزلها. داونلود داونلود هنزلها، ضغطه واقول لك تعمل، هتبدا تنزلها من هنا. تعالى برامج حاجه اسمها جيت، ابدا احطها عندك في المحاضره اللي انت هتاخدها. بتعمل ايه بقى بعد ما تثبتها؟ تثبتها ازاي؟ كليك يمين، نيكست نيكست نيكست. في مشكله كده؟ طيب تعمل ايه دي؟ جيت دي زي السي ام دي كده بالنسبه لنا احنا دلوقتي. انا الفيجوال ستوديو اصلا ها؟ لا ده انا نزلتها برنامج كده نزلته ده. بيعمل ايه؟ مش انت كنت بتيجي هنا وتقول له سي ام دي ويفتح لك سي ام دي؟ هي برضه سي ام دي بالظبط، كليك يمين هيظهر لك في الويندوز كده حاجه اسمها ايه؟ جيت، بس لما تسطبها طبعا انت لو كليك كده مش هتلاقي ايه؟ جيت، لازم تسطب مين؟ جيت. لا اما تشتغل بالسي ام دي انت داونلود خلاص ماشي مش مشكله. المهم انا اقول له ايه؟ اقول له مين؟ جيت هير. اول ما نزلت دي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ظهر لك مين؟ نفس التولز، وتكتب فيها كومبوزر. لو احنا كتبنا فيها كومبوزر هي كتبنا فيها تشينج دايركتوري هي كتبنا فيها ما فيش اي مشكله فيها. عايز تشتغل بالسي ام دي مفيش مشكله، عايز تشتغل بدي مفيش مشكله. خلاص كده يا شباب، خلاص كده يا عم، بس كده مش طايق. لا طايق النت كده اشتغل، اشتغلت نت سلك احسن من ايه. لو انا كتبت لي كومبوزر برضه هو نفس الكومبوزر، يعني مفيش اي مشكله، مفيش اي اختلاف في السي ام دي. فانت لو فاهم السي ام دي هي تمام؟ طيب دي او دي مش هتفرق معايا، انا مش فارق معايا خالص. اقول له كوبي برضو واقول له مين؟ اقول له مين؟ بيست. واقول له هنا مين؟ كورس. انتر. برضو هيعمل لي نفس الداونلود اللي حصل فين؟ هناك، وهيكريت لي نفس ايه؟ الفولدر اسمه مين؟ كورس. هو بيقول لي انستول لارافيل 5 بوينت 5 انستول مش عارف ايه الحاجات اللي هي محتاجه، هو بيبدا ابديتنج ديبندنسي الحاجات اللي بيشوفها مثلا اخر فيرجن منها يروح ينزلها. يعني مثلا لارافيل على سبيل المثال، لارافيل بتحتاج حاجه من حاجه فريم ورك اسمها سيمفوني، يروح ينزل سيمفوني عنده، ينزل اخر فيرجن من سيمفوني. مثلا بيحتاج حاجه من البوت ستراب، يروح ينزل ملفات البوت ستراب، يعلي بص يروح ينزل ملفات البوت ستراب. بيروح ينزل الملفات اللي محتاجها، يعني هو بيروح ينزل لك الحاجات اللي ممكن تحتاجها في مين؟ في البروجكت بتاعك. بيروح ينزل الجكويري، تلاقيه محتاج الجكويري، يروح ينزل لك مين؟ ملفات الجكويري. المهم الكمبوزر بص المفروض حصل معاك كده وانت بتدور، شوف بيدون كام حاجه؟ مش بيدون ملفات لارفل بس، كل ما تحتاجه لارفل. في مشكله في العمل ده؟ طيب نزلناها من الجيت هاب مفيش مشكله، ما نزلناش من الجيت هاب مفيش مشكله. انا هفصل الفيديو كده، كده احنا سطبنا مين؟ لارافيل، ونبدا نشرح لارافيل عشان ايه؟ يبقى احنا الانستول دي لوحده ونبدا نشتغل شغل لارافيل. سهل الانستولينج؟ سهل جدا، ما فيش اي مشكله، تعبنا فيها؟ اول ما يخلص بس 100% كده ويقول سكسسفول اروح فاصل الفيديو، نبدا فيديو جديد نشرح بقى ايه؟ اللي هم اربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم. في مشكله في اللي احنا قلناها؟ حد عنده مشاكل في الانستول؟ محمود الانستول انت كنت جيت بدري يا محمود شويه. ماشي هتسمع الفيديو هتلاقيني فصلته كل حاجه. داونلود مش تبي داونلود ايه؟ لو تلاحظ بس هو
ولذلك انت لازم يبقى عندك هو مش لازم نت قوي يعني، هو اساسا ده هم 28 ميجا اللي هينزلوا ولا 20 ميجا نشوفهم دلوقتي يعني. بس هو النت هنا ضعيف جدا، لكن النت هنا بسلك الى حد ما مقبول شويه. نبدا انزل شكل السلم دي هنا احلى، هنا ملون شويه. ماشي نبدا داونلود. المفروض اساسا هو انت بتداونلود كده عايز تطمن، هتروح هنا هتلاقي فولدر اسمه كورس كريد، هتلاقي في الملفات دي هو مره ينزل في الملفات دي قاعد ينزل في الملفات دي خلاص، ونزل منهم كتير جدا. انا اعرف كل الملف نزل دلوقتي. بس عايزك تلاحظ ايه؟ انا مش بينزل حاجه واحده بس، ده بينزل اكتر من حاجه. يلا قول سكسسفول بقى. كل المفروض نزل عند من اللارفل كده صح؟ انت لسه؟ هو واقف من ساعة ما كنت واقف في الحتة مش بيتحرك. سكسسفول خلاص سكسسفول. المفروض كده سكسسفول، أول ما يجيلك العلامة دي كده يبقى أنت سكسسفول. خد هات الفلتر من الراديال تايب ده خده من عند الراديال تايب، لا يا إما هات الفلتر خده من عند مني أنا. خلاص؟ خلاص أول ما وصل لك كده وقال لك سكسسفول كلمة مين؟ أنت كده سطبت مين؟ لارفل. هات الفلاشة بتاعتك. تمام. في الحالة دي يا علي أنت ممكن تعمل إيه يا علي؟ تعمل ده ضغط كده اللي هو ده وتبدأ تخليه عندك عشان كل ما تحتاج ضرب ليه يبقى موجود عندك. هتقولي ده اسم الفولدر، في أمر كده في السي إم دي غير لك اسم مين؟ الملف واسم البروجكت نفسه. لا مش هينفع أعمل إيه معايا خالص. لا يعني عشان أغير النيم سبيسز وأغير، شفت الأوتو لودر اللي إحنا عملناه؟ ماشي مش مشكلة. خد يا ابراهيم هتاخد اللارفل كده هتفرش عندك في المكان اللي انت عايز تحطه يا ابراهيم، اعمل اكسبورت. المفروض كده كله ايه بقى عنده مين؟ لارفل نازله. تمام افصل بقى الفيديو.